ميعاد ميعاد، كيفك ماما؟ ميعاد ام جي، هلا فيك، تفضل. أنا مسيحي، يعني كداني من العراق. نعم، هلا فيك، اليوم كله من العراق، أهلا وسهلا فيك ماما. تفضل. عايز بصراحة، يعني كثير أسلام يسألوني. طبعا أنا دارس، يعني دارس يعني لاهوت وفي العراق، بس المشكلة أنا عايز أعرف، أريد جواب شافي لأي مسلم، إن كان صديق إن كان غريب إن كان هاي، لأن هو يسألني أسئلة وبالأخير حنوصل لفد نقطة، إنه هو يقول لي هل المسيح، إنه تآمن إنه المسيح ابن الله؟ فأنا عايز فشي يعني مختصر، إنه أقدر أرده بهالكلام هذا، يعني فشي طب مختصر، انت يعني ليه الواحد ليه صار ليه كثير داير تقنع الاسلام انه المسيح ابن الله؟ ليه ما بتقول يصطف له؟ انا ما رح اتحاسب عنه. خلي يفتصلوا، بس اريد ارده فالجواب كافي يعني، وصغير يعني، ما بدي فالجملة هيك يعني وخلص، يعني ما في بدي شغلتين، اشرح له في شغلتين، مثل انا ما هو يشرح لي. في عندي على اليوتيوب يا ميعاد، في حدا مسلم طلع معي قبل وقال لي اثبتي انه المسيح هو ابن الله. بتمنى تروح تشوف الحلقه على اليوتيوب، اليوتيوب باسم اف ام سي وورد. في شغلتين، اول شيء المسيح وفق القران هو كلمه الله، فلما بنقول نحن المسيح ابن الله، فاليوم مثلا انا لما بقول ميعاد هو ابن العراق، فهل العراق نكح حدا وجاب ميعاد لحتى ميعاد هو ابن؟ لا، فهو لا ابن العراق، هو ينتمي للعراق، اوكي، هو منتمي مواطن عراقي. فابن الله هو لانه كان فوق على غير المخلوقات اللي على الارض. فالسيد المسيح ولادته ما أنا ولاده بشريه طبيعيه نتيجه جماع رجل وامراه مع بعض، اوكي. هو العذراء مريم حبل فيها بالروح القدس، هذا الشيء حتى المسلمين بيوافقوا عليه نعم لانه موجود عندهم بكتابهم. صح فما عنده أب، فإذا الأب اللي حكى عنه يسوع المسيح بآيات كثيرة، يعني الإنجيل مليء بالآيات اللي يسوع المسيح فيها قال أنا ابن الله. فإذا هن مطلوب منهم يآمنوا بالإنجيل، وفي عندهم آيات صدق ماني حافظتها بيقولوا سلمنا بما أنزل إليكم وما أنزل إلينا إلى آخره. فإذا بيآمنوا بالإنجيل فالمسيح قال عن حاله ابن الله. هلأ نعم شوف ليه ما بيقتنعوا منك، هلأ إقناعهم لهون بكفي. أنا برأيي الشخصي، هذا أنتم أحرار فيه، والمسيحية بيحبوا كثير يتناقشوا مع مسلمين بهي القصص. هذا مثل نعم إذا أنت عم تفهم أعمى معنى اللون الأخضر. صح، هو هذا ما صح. زلمة ما شاف النور كل حياته غير مليء بالروح القدس. إذا بيقول الرب يسوع إذا لم تولدوا من فوق لن تدخلوا ملكوت السماوات، فالولادة من فوق الشاب المسلم ما بيعرفها ولا موجودة عنده ولا حل عليه الروح القدس اللي هو روح الله الآب، فكيف بده يفهم معنى ابن الله؟ ما صح بيقدر، تماما مثل شرح معنى اللون الأخضر لحدا أعمى. عود قل له من هون لبكرة هذا لون الشجر، لون أخضر لونه بين الأزرق، زلمة أعمى مو شايف. فلا لا صح لوم عليه، وهذا كلام بطال، صار مضيع على وقتك. يعني يفضل يشوفوا ابن الله بأعمالك، نعم ليمجدوا أبانا الذي في السماوات، أكثر من هذا النقاش اللي ما بيودي ولا يجيب، وبالأخير هو إنسان محصور بآية أعطيت لإله فهمانة هالقد، ما بيقدر يطلع براته لأنه يقتل، المرتد عنده يقتل. فهو مضطر نعم يناقشك ومضطر يقول لك ما اقتنعت، حتى لو من جوا في شيء صرخ إنه كلامه مقنع، في شيء لمسه، مضطر يقول لك ما اقتنعت لحتى ما يقتل. أوكي، صح. هلا في شكرا جزيلا، واستفاديت طبعا كثير من هلا حضرتك، وان ربنا شاء الله يباركك يا ميعاد، ان شاء الله نتواصل معاكي. الله يخليك ميت ويبارك أهلا بك. وسهلا، هلا فيك، باي شكرا باي، جزيلا، شكرا، باي باي. ثانكس.